الفترة اللي فاتت واضح إن في اهتمام كبير من الدولة بالمسرح وبقى في جمهور بيزيد كل يوم، لكن إحنا محتاجين نبني استراتيجية كبيرة نرجع بيها الجمهور للمسرح ونكبره أكتر، خصوصاً إن كل النجوم اللي بينوروا في مسلسلات أو أفلام خلال الفترة اللي فاتت بيكونوا كلهم من ولاد المسرح. الناقدة المسرحية منار خالد اتكلمت معانا عن كيفية جذب جمهور لمسرح الدولة وأهمية المسرح وتأثيره على شهرة النجوم. تعالوا نشوف قالت ايه. ما يقدم في مسرح الدولة حاليا هو قادر على جذب الجمهور لأنه هو في تنوع. الحقيقة الجمهور بيتخيل، لأنه هو مش بيتوافد على المسرح، بيتخيل أن مسرح الدولة بيكون ليه طبيعة كده معينة ليها علاقة بالتراجيديا وبعمق الموقف والأحداث اللي احنا بنقدمها. الحقيقة الكلام ده مش سليم خالص، بدليل أن احنا عندنا مؤخرا مثلا هنلاقي انتاج حوالي 4 مسرحيات، منهم الحب في زمن الكوليرا، ومنهم الحفيد، ومنهم ليلة القتلة. دول نصوص مشهورة كلها، الحب في زمن الكوليرا رواية مشهورة جدا وتراجيديا، وليلة القتلة مسرحية مشهورة جدا وبرضو فيها أبعاد نفسية، والحفيد فيها مزج بين ده وده بس بتعتمد أكتر على الكوميديا الحقيقة يعني. فهنا احنا محققين توازن بين الكوميديا والتراجيديا، والكل جزء من الاجزاء اللي بيتم عرضها جمهور مختلف، يعني اللي يحب التراجيديا هيروح، اللي يحب الكوميديا هيروح، اللي بيحب المسرح بصفه عامه هيروح. وكمان هي الفكره في جذب الجمهور مش بس على النوع اللي انا بقدمه، لا، هي حاله التشارك اللي بتحصل جوه المسرح دي نفسها حاله ما بتتحققش في اي فن تاني، حتى لو السينما بتحققها بشكل او باخر، لكن المسرح في حاله تفاعل بين الممثلين الموجودين حاليا على خشبه المسرح دي بتتحققش في اي فن تاني الحقيقه. الجمهور لو بدأ ان هو يتوافد على المسرح هيلاقي نفسه مشارك في اللعبة المسرحية دي، هيحب اللعبة دي اكتر من كمان النوع المسرحي اللي هو بيتلقاه.